مرحبا، في هذا الفيديو سوف تتعلم المزيد عن قضية الاحتيال الأكاديمي. مثل ما هو الحال بالنسبة للجامعات الفعلية، فإن مقدمي خدمات موك الذين بالعادة ما يكونون جامعات هم في غاية الجدية إزاء مسألة الغش. الاحتيال يعني السماح لشخص آخر بإجراء امتحان عنك أو الغش في الامتحان باستخدام أدوات أو برامج أو ملاحظات غير مسموح بها أو تسليم ورقة كتبها شخص آخر. عند كتابة ورقة يعتبر أيضا من الاحتيال إذا كنت قد أخذت أفكار أو معلومات منتجة من قبل شخص آخر وقدمتها على أنها أفكارك الخاصة من دون اقتباسها بالطريقة الصحيحة. تماما كما يمكنك الحصول على استبعاد من برنامج الدراسة في إحدى الجامعات، يمكن استبعادك من الموك أو في أسوأ الأحوال من جميع الدورات الأخرى على منصة الموكس إذا تم ملاحظتك وأنت تقوم بالاحتيال، وهذا من شأنه أن يجعل من دراستك أو من الصعب أو حتى من المستحيل بالنسبة لك مواصلة دراستك في كارن، نظرا لأنه يتوجب عليك عادة تقديم هويتك للحصول على شهادة، ولا يمكنك أيضا التحايل على ذلك عن طريق إعادة التسجيل باستخدام عنوان بريد إلكتروني آخر. من أجل معرفة بالضبط ما هو مسموح وما هو غير ذلك، يرجى قراءة رمز الشرف الموفر من قبل الموك بعناية قبل أخذ الامتحانات، وأيضا التعرف والاطلاع على أساسيات البحث الأكاديمي من خلال أخذ الموك سطح تدريبية المخصصة لذلك.